ولا فاكر جورج عماد؟ جورج عماد مين؟ بتاع الفيديوهات. فاكره بقاله كتير مش بينزل فيديوهات. اكيد بطل. ايوه اكيد بطل. عم اكيد جورج عماد كان بيعمل فيديوهات. انا متاكد ان هو جورج عماد بطل يا جماعه. هيرجع تاني اكتر من كده. هيرجع تاني. هو جورج عماد بطل يعني. فعلا وحشني جدا اني اقعد قدام الكاميرا واتكلم. تقريبا انتوا بداتوا تفهموا ان الفتره اللي فاتت كنت فين او كنت بعمل ايه، لكن الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان افهمكم الفتره اللي فاتت كنت فين ودلوقتي هنعمل ايه بالظبط. اولا اكيد انا ما بطلتش فيديوهات، لان فيديوهات حاجه ما اظنش اني هعملها نهائي، لاني ببساطه دي اكتر حاجه انا بحب اعملها، اني اعمل فيديوهات ليكم وان انتوا تقولوا لي رايكم في الفيديوهات ونقعد نتكلم مع بعض في الكومنتات والحاجات دي كلها. الفتره اللي فاتت كنت بحاول انقل القناه لمكان احسن. اي نعم انا لسه ما خلصتش قوي ولسه قدامي حاجات كتير، بس حسيت ان انا طولت شويه عليكم فقلت اعمل فيديو افهمكم انا عملت ايه بالظبط. اول حاجه لو حد اخد باله ان انا بصور الفيديو 60 فريم في الثانيه، فمش عارف دي حاجه هتعجبكم ولا لا، لكن لو عجباكم قولوا لي في الكومنتات تحت، وقولوا لي عموما على كل حاجه هقولها في الفيديو دوت قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. وطبعا كلكم واخدين بالكم ان انا غيرت المكان اللي انا كنت بصور فيه. تقريبا اكتر حاجه وصلتني اني غيرت السيت اب ودلوقتي انا موجود في السيت اب الجديد بتاعي. طبعا الفيديو بتاع السيت اب الجديد جاي بس لما يكمل شويه، يعني انتوا واخدين بالكم لسه في صدى صوت في الاوضه عشان انا مش بسجل كمان بمايك خارجي، انا بسجل بالمايكروفون بتاع الكاميرا بتاعت الموبايل، فلسه هظبط المواضيع ديت قدام شويه وبرده لسه اللايت هظبطه والحاجات ديت كلها. ايه هنا فلما اخلصهم او اقرب اخلصهم هعمل لكم الفيديو بتاع السيت اب الجديد. بس دلوقتي بقى عندي امكانيه شويه ان انا اصور في كذا زاويه، وطبعا دي الزاويه الاساسيه اللي هنصور فيها معظم الفيديوهات. مش عايز اخش كتير في السيت اب بس هديكوا نظره سريعه كده وبس كده. بصراحه انا عامل الفيديو دوت عشان افكركم بيا او اقول لكم ان انا لسه اكيد ما بطلتش فيديوهات، ولسه انا كل هدفي ان انا اخلي المحتوى يبقى احسن واخلي كل حاجه في القناه تتطور، لاني انا بصراحه بحب الموضوع ده جدا وعمري ما هوقفه وعمري ما هبطل اعمل فيديوهات لان دي حاجه انا بحبها. وبس كده بصراحه ده اللي كنت عايز اقوله، اللي انا مبسوط جدا ان انا رجعت تاني بالكاميرا احسن بسيت اب احسن. دي حاجه هتخليني اتشجع جدا اني اعمل فيديوهات احسن وهتشجعني ان انا احدث في المحتوى بتاع القناه. وما تنسوش استنوا عشان كل دوت ما كانتش نهايه بس ديت بس البدايه، ولسه هنرجع بفيديوهات اجمد بكتير. وما تنسوش لو اي حد عنده اي فكره فيديوهات يكتبها في الكومنتات تحت. بس كده، سلام.